أما نالي كريم وزينة فمن لما تم الإعلان عن البطولة المشتركة بينهم بمسلسل لأعلى سعر بدأت التساؤلات عن أجواء المنافسة بينهم، لأنه مثل ما بنعرف كل وحدة فيهم تعودت أنه تكون هي البطلة الأولى بعملها. ولهالسبب نشرت بعض المواقع أخبار بتحكي عن وجود خلافات كبيرة بينهم في كواليس المسلسل وأنهم بيعاملوا بعض بجفا كبير، وهالشي طبعا اللي زاد من التوتر في التصوير. إيتي بالعربي اتصل مع المنتج جمال العدل يلي أكدنا أنه كل هالكلام غير صحيح، بأنه الأجواء ممتازة بين كل فريق العمل وما في أي خلافات.